إذاعات كل نهار جمعة على الحياة فهم. كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بمحبين الأفاضل ومستمعي إذاعة الحياة فهم في برنامجكم المفضل إذاعات، في حصة جديدة متجددة. هذه الحصة بعنوان شهر رمضان وثمار التقوى 2، باعتبار أنه نحن في حاجة ملحة وأكيدة جدا إلى هذه الثمار الناتجة على التقوى في شهر التقوى، وهو شهر قد أشرفت أيامه على النهاية. فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا فيه من المعتقين من النار. في حصتنا هذه نرحب بضيوفنا الأفاضل كالعادة، أستاذكم سي خالد السعداني، وكذلك يعني نرحب بأستاذنا الفاضل سي لازر ويساوي. مرحبا. في الإخراج والتأثيث نرحب كذلك بسي أحمد المخلوفي وعبير التواتي. مرحبا بالجميع. سي خالد، ما زلنا يعني نواصل في شهر رمضان وثمار التقوى، وما أدراك يعني ما ثمار التقوى، وما أحوجنا أيضا إلى هذه الثمار التي نزود بها أنفسنا في هذا الشهر الفضيل وهذا الشهر العظيم. سي خالد، الله سبحانه وتعالى يطلق على التقوى، مرة يطلق عليها الزاد وتزود فإن خير الزاد التقوى، ومرة يطلق عليها البناء، ومرة يطلق عليها اللباس. يعني لباس التقوى. نعم نعم، لباس التقوى خير. يعني هذا العلاقة بين الأسماء، هل لها دلالة، هل لها مفهوم، هل لها معنى، هل لها بعد يمكن نقف عنده؟ الكلمة لك سي خالد في هذا الإطار، تفضل. شكرا سي الأزهر، مرحبا بالسادة المستمعين مجددا. الأكيد أنه الاسم والمسمى والتسمية في اللغة العربية وفي جميع اللغات لها دلالات هامة ولها مقاصد. نعرف في ما جاء في الأثر في الحديث النبوي أن الرسول صلى الله عليه وآله يوصي بحسن تخير واختيار أسماء الأبناء، لأنه يقول تخيروا لأبنائكم أو أحسنوا تخير الأسماء لأبنائكم، فإن لكل امرئ من اسمه نصيب. نعم. أيضا في لما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن الكثير من السور، بل حتى أن بعض الآيات ارتبطت باسم معين. نعم. وهذا الاسم الأكيد ليس اعتباطيا، هو له دلالة وله مقصد، وتسمى بالسورة أو الآية، أو يسمى شخصا، أو تسمى الآيات بأسماء معينة كالتقوى وغيرها. هذا الأكيد له دلالة بالمقصد الخاص أو العام بالآية. في علاقة التسمية بالتقوى ونجدها بأسماء متعددة وحسب المواضع والمواقع التي وردت فيها وحسب السياقات التي وردت فيها، الأكيد أن لكل اسم دلالة ومقصد وهدف ووظيفة. في قوله تعالى ولباس التقوى خير، هذا كلمة خير هي للمقارنة، أتبع قد يكون ثم أنواع أخرى من اللباس، ولكن يبقى لباس التقوى هو الخير، هو الأفضل. وخير تفيد التفضيل، هو الأفضل في نوع اللباس. في علاقة أيضا هي الآية سي خالد، هي تبدأ الآية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. نعم. لباس التقوى خير، لماذا؟ لأنه أولا فيه عمل بالنص الإلهي. احنا قلنا في مفهوم التقوى في حصة سابقة أنها عمل بالتنزيل. نعم. واجتناب لما عمل التنزيل، يعني عمل بالأوامر الإلهية. نعم. وخوف من الجليل، والخوف من الجليل يكون باتقاء أو باجتناب ما نهى عنه. فلباس التقوى هو ائتمار أو عمل بما أمرنا الله تعالى به، باللباس الذي أمرنا الله تعالى به، واجتناب لكل ما يخالف هذا اللباس وأثار هذا اللباس. وكلمة خير أيضا في هذا اللباس، لأنه هذا بالتجربة، الناس اللي بتبيع عندهم تجربة في هذا السياق، أنه هذا اللباس يحفظ صاحبه وصاحبته، ويعطي مؤشرات للآخر عندما يلاحظ هذا اللباس، يفهم أن شخصية صاحب هذا اللباس هي شخصية معينة، هي شخصية تسير في اتجاه معين، لها خيارات معينة، لها اعتقاد معين، ولها سلوك معين في مستوى التقوى.
في مستوى التقوى خافة الله. أن خاف الله لذلك نحن نأتمر بأوامره. فاللباس هو في حد ذاته فقط نظر بالطبيعة على مدى الالتزام فيما بعد، أما ومجرد ارتداء ذلك اللباس هو عمل بأمر إلهي واجتناب ايضا لما نهى الله تعالى عنه من انواع اخرى من اللباس. ولكن زاد سي خالد زاد احنا نعرف ان الانسان كان عريان تقدم تغطى، مش كان متغطي تقدم تعرى معناتها. فسنعود اليك سي خالد في هذا المستوى. وسمي الله فاضل، نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. شكرا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مستمعي الله فاضل، مستمعي اذاعه الحياه افهام القيروان للصحه، في برنامجكم اضاءات عدنا والعود واحمد مع اساتذتنا الافاضل سي خالد سيدان ثم الاستاذ سي الازهر ويساوي في موضوع ثمار التقوى في شهر رمضان المبارك. كنا نتحدث مع استاذنا الفاضل سي خالد على هذه التسميات التي اطلقها الله سبحانه وتعالى على التقوى، فهي الزاد، فهي البناء، فهي اللباس، ورأينا يعني بعض المعاني والدلالات لهذه الأسماء. سي خالد قبل ما نمشي لأستاذنا الفاضل سي الأزهر أويساوي، أريد أن نقف عند مسألة البناء، التقوى أنها بناء. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أليس يعني هذا إطلاق كلمة البناء على التقوى، على أن التقوى تساهم في بناء الفرد المسلم المؤمن ومن ثمة المجتمع؟ كلمة لك في إشارة. شكرا سي الأزهر. الآية التي ذكرت هي الآية 108 من سورة التوبة. نعم. احنا في اللقاء السابق قلنا تقريبا حاولت باش نعمل عملية إحصاء لكل ما له علاقة بكلمة التقوى والتقوى والمتقين، أكثر من 200 موضع. نعم. في القرآن الكريم، وتقريبا التقوى شملت جميع السلوكات والتصرفات للإنسان. من الآية اللي هي موضوعنا الآن: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. لأن التأسيس من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هنعرف القصة نتاع المسجد الضرار الذي اتخذ مسجدا ضرارا، حتى أنه البعض حاولوا يربطوا الآية هذه بما وقع في نيويورك في سبتمبر. نعم. التقوى هي أساس كل عمل صالح، كل عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، كل عمل يحبه الله تعالى سبحانه وتعالى. بل إن الله يقول في آيات أخرى أن الله يحب المتقين، إن الله مع المتقين. لا، هذه في الثمار. أي في ال... يعني من كان متقي فهو يفوز بمعية الله. بمعية. عندما يقول مع المتقين أو يحب المتقين أو أن الله ولي المتقين. نعم. ليقبلها أنه الله سبحانه وتعالى لن يكون وليهم، فالظالمون هم أوليائهم. نعم. يوم القيامة أيضا المولى سبحانه وتعالى هو الذي سيدافع عن المتقين ويعطيهم مقامات متعددة في مراقي مختلفة في الجنان. أيوة. والردوان يعني وهي أيضا من الثمار. من الثمار. والمتقي يعني هو يعني في وفد الرحمن، عضو في وفد الرحمن يوم القيامة. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نعم. الزمر. نعم. بعد معي أخرى بس يقاد تقول: وأزلفت الجنة للمتقين. الآية 90 من سورة الشعراء. وأزلفت. نعم. يعني الجنة اللي الناس تسعى لها أزلفت، يعني قربت للمتقين. الله سبحانه وتعالى يبين في آيات كثيرة والعاقبة للمتقين. نعم. يحكوا على الثمار أيضا، النتائج. نعم. وأثار كل عمل مرتبط بالتقوى. إذن التقوى هي أساس كل عمل صالح، وهي أيضا الشرط الأساسي للفوز بالجنة، للفوز بمحبة الله، للفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ليكون المؤمن في ولاية الله، في حماية الله. وأيضا هناك آيات أخرى تقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. في آية أخرى تقول: إن المتقين في مقام أمين، عن الأمن. في آية أخرى تقول: للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. احنا شفنا في حلقات سابقة كيف أن
حتى في شهر رمضان شهر التقوى البعض من حيث يدري أو لا يدري من حيث لا يشعر يشعر ربما ينزلق إلى بعض السلوكات كيف الاحتكار كيف المضاربة كيف الغش كيف عدم الإتقان العمل كيف ربما البعض يعتبر أنه شهر رمضان شهر ليس شهر عمل بالعكس هو شهر عمل وشهر تقوى ولكن بشروطها وبتنظيمها. كنرجع للبناء لمسجد أسس على التقوى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. البنيان هو حتى الأعمال التي نقوم بها فرق بين العمل اللي يكون أسس على تقوى من أول يوم منذ بداية خلق الإنسان إلى نهاية وجوده في هذا الكون وبين شخص آخر أما في حالة مضطربة وإلا أنه من أول يوم هو خارج هذا الأساس هذا السياق بل أنه في بعض الآيات تقول أنه حتى الأخلاء يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض إلا المتقي. يعني هنا لابد أن وهي إشارة يعني إشارة من الله سبحانه وتعالى وأنت وقفت عندها سي خالد هو لابد من اختيار الصديق في الدنيا هذا الخليل لأنه يوم القيامة إما يكون لك أو علي أو علي ولذلك يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتقين يعني نعم أيضا تنظر رغم أن صفة الأخلاء والأخلاء يعني هي درجة عالية من الحميمية والصداقة والعلاقات المتقدمة والمتقدمة إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل يعني وصل درجة يعني من صفات أب الأنبياء وأحد أهم الأنبياء على مصر. شكرا سي خالد سأعود إليك لأن سأذهب إلى أستاذنا سي لازر يسوي سلازر ويسوي احنا نجد في ان الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتقوى رغم ان رسول صلى الله عليه وسلم يعني نبي ويخاطبه فيقول له يا ايها النبي اتق الله ولا تطع المنافقين والكافرين ثم يتحول بعد ذلك ليخاطب بالتقوى نساء قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ثم يتحول ليخاطب بها جميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم يتحول لي يعني يأمر بها كل الناس أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يعني الخطاب موجه للجميع بداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته ثم المؤمنين ثم الناس ليس في ذلك أمر بأنه سيقطع على كل الناس يوم القيامة أي عذر وهذا سيقطع لأنه خاطبهم بهذه التقوى يعني ربما أنه ثم أمر يعني ثم أمر في الوسط اللي هو أن ربي سبحانه وتعالى كان يقول يعني هو بريء من خلقه يوم القيامة الكلمة لك في هذا الإطار ولو بإجازة تفضل سي الأزهر. شكرا بارك الله فيك. التقوى من معنى التقوى اتقى الشيء أي حاول أن يجعل بينه وبين ذلك الشيء حاجزا وقاية نعم نعم صيام جنة يقين من النار ولذلك هو أربطناه بشهر رمضان نعم فربي سبحانه وتعالى عندما يحذرنا يعني عندما يخاطبنا أن نتقي ويتكرر هذا في القرآن الكريم فهو يحذرنا من الوقوع في غياهب المعاصي والمعاصي تقود يعني بالضرورة إلى ما لا يحمد عقباه وهو النار وسوء الخاتمة والعياذ بالله فمن عدل الله سبحانه وتعالى أن يحذر عبده من عواقب أفعاله إن زاغ عن الطريق الذي رسمه له سبحانه وتعالى والذي بينه له يعني في الحديث يقول ألا إن لكل ملك حما وحما الله الوقوع في المعاصي ولا في المحاذير التي نهى في محاذيره فهذا يعني هذه جوهر التحذير
إن الله يحذركم نفسه، القرآن الكريم، ويحذركم الله نفسه، يا عبادي فاتقون، يعني يحذر من 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 الوقوع في المعاصي، ويحذر من 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 الظلم، ويحذر من الزيغ، ويحذر من، يبين للناس لكي لا يقعوا فيها. وفي نفس الوقت سيقطع عليهم معاذيرهم يوم القيامة، يعني سيقطع عليهم المعاذير حتى هو عنده عذر. نعم. لذلك يعني ربي سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الخير لنتقيه يوم القيامة، ليعيننا هذا الخير الذي أمرنا به على عدم الوقوع في المهالك وسوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن هذه الهدايا هذا الشهر الذي نحن بصدده. فالصيام يعني والله إنه يعني هدية عظيمة تجعل من الإنسان يعني أكبر حاجة أنها يعني تجعله يقف كل عام شهرا مع نفسه، ليجدد ذاته، ليجدد إيمانه، ليقوم طريقه إلى الله، إن كان يعني اجترح بعض المعاصي أو بعض الهفوات فرب سبحانه وتعالى أعطاه، ثم ضاعف له الأجر في ليلة خير من ألف شهر، ثم 83 أشهر. كذلك الطاعات، نعم، يرقق القلب، نعم، تتضافر فيه مجهودات المجتمع، نعم، تتقارب، تزال يعني الضغائن، كثرة يعني العبادات ترقق القلب، نعم، تجعل من الإنسان إنسان آخر لين الجانب، نعم. وهذا يعني هذا المغزى، ربي سبحانه وتعالى هو يعني الشهر هذا سبحان الله هدية للأمة المحمدية. نعم، شكرا من الله سبحانه وتعالى. شكرا صح. سي خالد، ما ذهب إليه سي الأزهر وأن هذا الشهر يعني شهر عظيم وهو من الله سبحانه وتعالى، وهو هدية، وهو شهر التقوى وشهر ثمار التقوى. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 سنة ما عصوه طرفة عين. نعم. وذكر أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم استغربوا في ذلك وتمنوا لو كانوا يعني هم. فنزل قوله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فاستبشر الصحابة يعني خير من ألف شهر، 83 عام وستة شهور، استبشر الصحابة بهذه الآية وبهذا الخير من الله سبحانه وتعالى. يعني 83 وستة شهور في ليلة، يعني عمر عبد فاتوا 80 عام تاع الأربعة من بني إسرائيل، فرح بذلك الصحابة. نعم صحيح. ولذلك شوف معناتها ربي سبحانه وتعالى كيفاش أكرم أمة محمد في هذا الشهر. سخال، من ثمار التقوى، وهذه مثلا يعني نريد أن نقف عندها ولو قليل وإن كان الوقت الغالب يجري، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، شرط بشرط. هل علاقة تلازمية هذه ما بين التقوى وبين يعني تعليم الله، وخاصة يعني وخاصة هذه توجه بها لأنفسنا وتوجه بها للمستمعين وتوجه بها لأبنائنا، فهمت؟ حتى الخاطر المعاصي لا تتقابل مع العلم، أليس كذلك؟ أكيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، يفرغنا من تصرفات الجاهلية ويملأنا بأحكام الإسلام وأبعاد الإسلام وأخلاق الإسلام. كلمة لك سي خالد. شكرا سي الأزهر. احنا قلنا قبل قليل أن التقوى لما نتبع مواردها وسياقاتها في النص القرآني نجدها تقريبا تشمل جميع السلوكيات وتصرفات الإنسان. نعم. إذا فيها حتى أن اختيار الزوجة أن يكون مبني على تقوى، ليكون تكون الثمار وهي الأبناء، وحتى العلاقة نعم تكون نتيجة طبيعية لهذه المقدمة المبنية على أساس التقوى. كذلك جميع الأعمال الأخرى بما فيها طلب العلم، والله سبحانه وتعالى عندما يجعل العلماء من بين الشهود على وحدانيته مع الملائكة بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة بعد
وأولو العلم قائمة بالقسط. نعم. في آية أخرى يقول يعني في فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. إن فالعلماء هم من بين الشهود على وحدانية الله، والأكيد من يصل إلى هذه المرتبة لن يصلها بحلالها وحرمها. لا أبدا. بل أنه من شروط طلب العلم ومن شروط الحصول على العلم ومن شروط ومن صفات العالم الصدق والإخلاص اللي هي من ثمار التقوى. نعم. إن فلا والصبر كذلك. نعم. قلنا شهر رمضان هو أفضل الشهور، هو شهر الصبر. نعم. وهو مدخل أو وسيلة أو مطية لبلوغ هذه المرتبة، مرتبة التقوى أو مرتبة المتقين. وحتى في الحج، في الصلاة، في الزكاة، تقريبا جميع العبادات، جميع السلوك، في الاعتقاد، في قوله تعالى في الآية الأولى من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حتى الهداية، حتى السلوك هذا الطريق من شروطها التقوى. نرجع للعلاقة بين التقوى والعلم. فرق بين عالم متقي أو متقن وبين عالم خلاف ذلك، حتى لا نذكر بعض الصفات ربما تزعج الكثيرين، أنه عالم حاشاكم حاشا مثلا فاسق أو ظالم أو غير متقن لعلمه وعمله. وفي جميع الاختصاصات، المربي والطبيب والمحامي والقاضي والذي يقود الإدارة والذي يقود المؤسسة والذي يقود البلاد، إذا افتقد هذه الصفة النتيجة الطبيعية، الثمرة الطبيعية ستكون خلاف المنتظر أو المنشود في أي مجال شأنه، في التعليم، في الصحة، في الإعلام، في أي مجال، في التجارة، في الاقتصاد، في الفلاحة، في أي مجال، حتى في تربية الأبناء. إذا اختل التوازن وغابت هذه الصفة لن تكون النتيجة أو الثمرة في مستوى المأمول، بعض ستكون في درجات ولكن لن تكون في مستوى المأمول. نعود إلى العلاقة بين التقوى والتربية العلم. الله سبحانه وتعالى عندما يقول أنه من شروط التعلم والتعليم وخير معلم هو المولى سبحانه وتعالى، ولذلك الأنبياء عليهم السلام، وهذه من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى لهم، لا يتعلمون من غير الله سبحانه وتعالى. علم الأنبياء بل أوصياء الأنبياء ومن رافق بعض الأنبياء عليهم السلام هو علمهم إلهي. نعم. لدني. نعم. في قوله تعالى بالنسبة للقصة المعروفة مع سليمان عليه السلام وعلى جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، في من يأتيه بعرش ملكة بلقيس قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك. بعد يقول وقال الذي عنده علم من الكتاب. نعم. من الكتاب في بعض التفسير أن المولى سبحانه وتعالى أعطاه حرف من أحرف الاسم الأعظم، فاستطاع أن يجلب به عرش بلقيس من اليمن اليوم إلى الشام إلى فلسطين قبل أن يرتد إلى القدس قبل أن يرتد إليه طرفه. يعني شوف، هذا هو حرف واحد عند الكثير من الفسر، حرف واحد، رمشة العين يعني. ولهنا فيها أيضا كثير من مظاهر الأعجاز اللي حكوا عليه كثير من المفسرين والعلماء في الوقت الحاضر. في آية أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والمولى سبحانه وتعالى يكلفه أن يبلغ أصحابه والناس، يقول حول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد بوحدانية الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ولهنا المفارقة العجيبة الأخرى، ومن عنده علم الكتاب. في تلك الآية اللي عنده علم الكتاب حرف من اسم الله من حرف اسم الأعظم فعل به ما فعله، فما بالك بالذي يقول المولى سبحانه وتعالى في نفسه في القرآن، يقول عنده علم الكتاب وهو الكتاب المبين. نعم. وهو الذي سيحفظ هذا الدين. سي خالد، باعتبار الزمن واحد، شكرا فيما ذهبت إليه ويعطيك الصحة في هذه يعني التوضيحات. لكن أعود إلى سي لازر ويساوي. سي لازر ويساوي، بماذا يمكن أن نتوجه لأبنائنا، أبنائنا اللي قاعدين يقرأوا والطلبة ولا فهمت، كيفاش نحب، كيفاش نقول لهم راو ينجم يفتح عليك ربي وتولي متميزين وتولي من العلماء كي تبعد على المعاصي، واتقوا الله ويعلمكم الله. لماذا؟ لأن المعاصي هي ظلمات والعلم نور، فلا يمكن أن ربي سبحانه وتعالى مش يعطي أن النور هذه العصات. ولذلك باش يمكن أنه نوجهه
تلمذاتنا والطلبة متاعنا اليوم باش يبعدوا على ما هم فيه اليوم، اليوم يتجنبوا المعاصي هذه ويتجنبوا الذنوب ويتجنبوا الفيسبوك وما فيه من سلبيات وإلى غير ذلك. يعني إيش إشارات فهمت كاي؟ بيت الإمام أبو حنيفة الشافعي، الشافعي الشافعي معاه شكوت إلى وكيع سوء حظي، شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. نعم. وأعلمني بأن الله، وأعلمني بأن علم الله، بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. هذه يعني من أراد أن يصفو قلبه فليبتعد عن ما يمكن أن يصفو يعني يصفو كده هالي يصفو قلبه، يصفو قلبه ويقوى فكره، فهمت؟ زوز مع بعض ويقوى فكره وي... نعم نعم وي... ويقوى فكره نعم يعرف ايش يختار، نعم ما يختارش وحده، ما يدخلش الانترنت يتعلم منه، يجب ان يجلس الى معلم يعني خبيرة. هو رو حتى وكان شيء هو كان جاء حتى من الانترنت يتعلم في حاجات يحبها، اما رو يتعلم في سلبيات، رو يشوف في حاجات متاع خايبه دمره مره واحده دمره، فهمت؟ مش اني ناخذ واحد يعني يتعلم واحد، فهمت؟ كل علم عنده معلميه. نعم. يجب ان يرجع الى ذوي الاختصاص الذين يشهد لهم بالكفاءه ويعلو شأنهم في العلم فينهل من علمهم باش يعني يكون علمه صحيح وعلمه يبتعد به عن المهالك والمزالق. قرب شوي هاي قلت لكم قرب شوي قرب شوي. نعم هذا يعني اهم. اذا لنا يعني نوجه صغيراتنا نقولوا لهم انه ابعدوا على المعاصي والذنوب، لانه ما يمكنش انه راهو العلم نور، اذا كانت تحب توصل لدرجه معينه من العلم والمعرفه والأخلاق راه لابد أنك تلتزم جملة من الضوابط والأخلاقيات وتبعد على المعاصي وتبعد على ضياع الوقت وتبعد على الكذب وتبعد على النفاق وتختار الصح، تختار الصاحب اللي يمكن أنه يوجهك ويعاونك ويرشدك. سي خالد من ثمار التقوى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني من ثمار التقوى هو ربي خذ عهد على نفسه أنه كل منا سيمر على هذا الجسر اللي هو عفانا وفاكم الله فوق جهنم وكل يمر على قدر عمله، هذا كالبرق وهذا كالريح وهذا يحبو وهذا يسقط، فالتقوى تنجي من جهنم. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. بماذا يمكن يعني وانت تقرا هذه الايه بماذا يمكن ان بماذا يمكن ان تشير على مستمعينا وبماذا يمكن وماذا يمكن ان تقول لهم وانت يعني امامك هذه الايه؟ الكلمه لك سي خالد. شكرا سي الازهر. ساضيف لهذه الايه سي الازهر الايه الكريمه المواليه في قوله تعالى ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم. والعاقبه للمتقين. نعم. هي حتى الأرض هنا قبل الآخر سنعود للآخر. الأرض الله سبحانه وتعالى هذا وعد إلهي سيورثها للمتقين لعباده المتقين يوم القيامة. في أثناء المرور على الصراط من ثمار التقوى أنها ستنجي صاحبها من السقوط في نار جهنم، وسيمر كل حسب بطبيعة ما أخذ من هذه الثمرة ثمرة التقوى. نعم. بسرعة أو ببطء أو يحبو أو المهم أنه ينجو. ولذلك نجد في آيات أخرى كثيرة ومن بينها قوله تعالى من يدخل الجنة أو من زحزح عن النار فقد فاز فوزا عظيما. فوزا عظيما. نعم. راه هذه شهادة من المولى سبحانه وتعالى في النص القرآني فوزا عظيما. هذا أعظم فوز يمكن أن يفوزه الإنسان لما ينجو من نار جهنم، لما يكون من أهل الجنة أعظم فوز على الإطلاق. يمكن في الحياة الدنيا ينجح ربما يفشل ربما أحيانا يصعد أحيانا ينزل، هذا ربما ما عندوش أثر كبير مقارنة مع الفوز النهائي. يعني حتى في الألعاب ثم فرق بين أنك تفوز في بعض المباريات التصفيات وبين أنك تفوز في المباراة النهائية كنحب نقارن الصورة. نعم. هو الفوز النهائي يعني ما عادش عندك مجال آخر، إما الفوز بالجنة والنجاة من النار أو لا قدر الله وعافى الجميع الوقوع في النار. الشرط الأساس لذلك هو التقوى،
أنا قلنا حتى في الدار الدنيا إن الأرض لله يورث ما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والأرض سيورث الله سبحانه وتعالى للمتقين، رغم أنه غطرست وفرعنت الكثير من القوى في العالم اليوم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعد المتقين بأنهم هم ورثة الأرض، هم من سيحكمون الأرض في آخر المطاف، والحق والباطل في صراع، وستكون الغلبة للحق، والحق لا يكون إلا باتباع طريق التقوى والتزام التقوى. لذلك قال تعالى تنصر الله ينصركم، بماذا سننصر الله؟ يعني بالتقوى وبمخافته وبالالتزام بأوامره واجتناب نواهيه، ولذلك يكون النصر، وكما يكون النصر في الدنيا يكون النصر في الآخرة أيضا. ولذلك العلاقة تلازمية بين الدنيا والآخرة. نعم، وهي شرطية. نعم، ونحن أيضا ما زلنا يعني نتكلم عن شهر التقوى، يعني شهر الثمار. نعم، شهر ثمار التقوى. نعم، شهر ثمار التقوى. ما زال لدينا يعني بعض الأيامات، يعني مازالت نعم مازالت، فهمت؟ وفي ذلك يتنافس المتنافسون. ونقول لمستمعينا الأفاضل، رأوا طوبى لمن أدرك نهاية هذا الشهر، وطوبى لمن يعني فاز بالعتق من النار في هذا الشهر، وطوبى لمن رضي الله عنه في هذا الشهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر يوم من رمضان بكت السماوات والأرض والملائكة لمصيبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: وما مصيبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي الله؟ فقال: ذهاب رمضان، ذهاب رمضان، الدعوات فيه مستجابة، والصدقات فيه مقبولة، والحسنات فيه مضاعفة، والعذاب فيه مدفوع. سي خالد، الكلمة لك في هذا الإطار في أسلوب برق. شكرا سيد. لذلك هو شهر الله، لذلك هو أفضل الشهور، لذلك هو الفرصة على مدار السنة لمدة شهر لأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتجاوز عما أسلفنا من سوء عمل أو سوء تصرف أو ذنوب إلى غير ذلك، سواء لذواتنا أو لغيرنا. وهو أيضا فرصة حتى آخر يوم لأهل النار للعتق من النار، وفرصة لمن هم أحياء ليعودوا عن بعض السلوكات السيئة في سلوكاتهم في تصرفاتهم في أعمالهم لغير ذلك، وهو أيضا فرصة لمزيد تحصيل الأجر والتقوى حتى آخر يوم من أيام هذا الشهر. وفيه الكثير من الأدعية المساعدة على ذلك، وأيضا هو فرصة، احنا قلنا في بداية الشهر ما قبل شهر رمضان في الحصة الأولى في هذا الموضوع، قلنا أنه هذا الشهر هو شهر الله، وجميع المؤمنين والمتقين والمسلمين والصائمين هم في ضيافة الله تقريبا. والأكيد أنه لا يمكن أن نكون في وضع أفضل من أن نكون في ضيافة الله، لذلك يبكي المتقون ويبكي الصابرون والمفلحون والمؤمنون والصادقون والمسبحون إلى غير ذلك على نهاية هذا الشهر وفي هذا الشهر، لأنه احنا كنا في ضيافة الله، حتى الفقراء حتى المساكين هم كانوا في ضيافة الله، وهذه الضيافة ستنتهي بنهاية هذا الشهر. وكثير من الخير والبركات والتقوى والصبر والثواب والأجر لن تكون بنفس المستوى، حتى مش ملاقة عوشي بالطبيعة الباب مقارنة مع شهر رمضان، فخروجه بالطبيعة هو كمان كان في ضيافة الله. نعم، وغادر هذه الضيافة. شكرا سي خالد، شكرا. ذهبت إليه، أحسنت، جزاك الله كل خير. سي الأزهر، نحن نطلب في هذا الشهر وأخيرا أن يعفو الله عنا، ليس كذلك؟ طيب، ماذا تقول للذين يعني ربما هم في خصومات و لم يتسامحوا بعد؟ يعني هل صيامهم مقبول؟ هل الأجر موجود؟ هل أم يبقى الصيام معلق بين السماء والأرض حتى يتسامح ويتصالح؟ ماذا تقول لهؤلاء يعني رفقا بهم يعني؟ وأن تعفوا وتصفحوا خير لكم. الكلمة لك في هذا اللي ترسل. بارك الله فيك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كل واحد يعني يقبل صيام إلا متشاحنان. المتشاحنان، نعم، هم المتخاصمين. نعم، كل شيء يعني ثمار الصوم ما ربحوهاش، يبقى صومهم معلق. يقول ربي سبحانه وتعالى:
دعهما حتى يتصالحا. يبقى الصيام معلق. ولهذا نوصي خيان راه الكبر من الشيطان. الشيطان معصية الأساسية هو أنه تكبر. قال ربك للشيطان يخلق آدم عليه السلام أسجد. قال أسجد لمن خلقت طينا. قال في آية أخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالمعصية والعياذ بالله الكبرى التكبر. وما يحجز الإنسان عن مسامحة أخيه إلا الكبر والعياذ بالله. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من كبر. نعم شكرا ما تضيعوش أجركم. نعم. وتسامح والصلح خير. شكرا. إذا ما بقي إلا أن نقول لمستمعينا الأفاضل مستمعي ذات الحياة إفهام القيروان للصحة صياما مقبولا وذنبا مغفورا وافتارا شهيا، مع انه نقول يعني برنامج إضاءات وإذاعة الحياة إفهام القيروان للصحة تتمنى لكم عيدا سعيدا، فإن شاء الله عيدكم سعيد وأعماركم كل سنة في الخير تزيد. وموعدنا يعني بعد رمضان سيكون في الساعة 3 مساء إلى 4. إلى اللقاء، مع شكر الأستاذين الفاضلين سي خالد سيداني مع سي لازر عويسين، وكذلك الشكر موصول خونا أحمد المخلوفي وقتنا عبير التواتي في الإخراج والتأثيث. إلى اللقاء مع تحيات الأستاذ لازر بن علي البريكي. شكرا. إذاعة كل نهار جمعة على الحياة فهمت.